السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. إن شاء الله النهاردة معنا مقطع جديد لمكتبة مودرن، زي ما حضراتكم شايفين كده المكتبة في منتهى الجمال والشياكة. طبعا بس بفكركم الأول ما تنسونيش في اللايك. المكتبة معمول فيها شغل عالي جدا، ده عمود حلزوني مخروط، وده الإزاز مرسوم كمبيوتر زي ما حضراتكم شايفين المقابض نيكل، حاجة شغل عالي قوي. ده الإزاز مطبوع كمبيوتر. طبعا الضلفة برضو فيها نظام حجر فرعوني، معمول فيها نظام حجر فرعوني، ده أرابيسك ألوانها جميلة جدا. وفتحة ده معمول طبعا دوكو فرن. كمان من الجنب بقى لما بتشوفها من الجنب كده زي ما حضراتكم شايفين فيها عمود برضو أم الأم ده برضو بدي شكل جميل. وده تاج، ده تاج برضو على العمود الحلزوني، ده تاج شكله كمان شايفين اللمعة يا جماعة، اللمعة عالية جدا والخدمة عالية جدا شايفين. ما شاء الله الخدمة عالية جدا. ده برضو قبة في النص لو انت عايز تحط شاشة تلفزيون ولا حاجة برضو في النص، يعني ممكن تستخدمها في المكتبه وفي نفس الوقت برضو ممكن تحط فيها شاشه تلفزيون. ده المنظر من على بعيد. طبعا هي المكان بس الغرفه ضيقه، فاحنا بنحاول نلف الكاميرا علشان الصوره تيجي. هلف لكم الكاميرا اهوت عشان بس الصوره تيجي واضحه، لان طبعا مش جايه لان الغرفه ضيقه. شايفين الجمال يعني في منتهى الجمال. طبعا الجزء اللي في النص بقى الفاضي ده بنحط فيه الشاشه، ده لما نفتح القلب من جوه. دي معموله فورميكا برضو، المكتبه من جوه فورميكا برضو علشان التنظيف والمسح زي ما حضراتكم شايفين كلها فورميكا، هي نظافه وجمال. قولوا لي رايكم وانا مستني تعليقكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.